مصدر داخل النادي الاهلي نفى لبوابه فيتو وجود مفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز، والمصدر قال ان الاهلي لم يدخل في اي مفاوضات مع اللاعب، وانه سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق ما طلبش استخدامه في ميركاتو الصيف اللي جاي. وكلم الحقيقه المصدر وقال انه يمكن دونجا في وقت سابق كان واحد من اللعيبه المرشحه عشان تنضم ودعم وسط ملعب النادي الاهلي، لكن في الوقت الحالي مفيش اي مفاوضات مع اللاعب اللي اشاد في نفس الوقت بيتمتع بامكانيات كبيره جدا ولكنه خارج حسابات النادي الاهلي في الفتره الحاليه، خصوصا كمان لو حضراتكم تعرفوا في مركز دونجا الحقيقه الاهلي متخم، يعني خط وسط الاهلي فيه لعيبه تقيله جدا، سوليا، ديانج، حمدي فتحي ان شاء الله بعد ما يرجع بالسلامه وغيرهم الحقيقه. فاعتقد انه زي ما الخبر بيقول دونجا خارج حسابات الاهلي الفتره القادمه. هنكمل اخبارنا بس هنروح دلوقتي احمد ليه